يسرنا أن يكون معنا سعادة خليفة بن عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة. صباح الخير أبو حمدان. صباحك الله بالنور والسرور أخوي هزاع، نصبح عليك وعلى المتابعين لقناة الإمارات، ونشكركم على الاستضافة وعلى تغطيتكم لهذه الفعالية. الله يسلمك أبو حمدان، نحن سعيدين حقيقة في تواجدكم ومشاركتكم أيضا في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. لو نتكلم اليوم أكثر عن مشاركتكم أبو حمدان والجناح المجموعة المشاركة اليوم في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. نعم، نحن كمزاد الهجن بدأت فعالياته مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية من سنة 2005. نعم. كأول مزاد نظامي يقام للهجن في العالم، فأطلق مع فعاليات المعرض من سنة 2005، ومن ذاك الوقت ونحن مستمرين بشكل سنوي ننظم المزاد في المعرض. طبعا بعدها شاركنا بجناح وعرض اللي هو الخدمات اللي تقدمها المجموعة العلمية المتقدمة، خدمات متنوعة تخدم أصحاب الهجن. جميل أبو حمدان، اليوم تكلمت على المزاد ومن 2005 أعتقد هو أكبر، اليوم أكبر مزاد هجن، اليوم أكبر مزاد للهجن اليوم يشارك في معرض أبو ظبي. نعم، هو نحن يعني كبداية كنا فقط ننظم مزاد واحد للهجن أو للحشوان. نعم. مختبر مع المعرض، لكن بعدها تم تنظيم عدة مزادات مصاحبة لفعاليات المهرجانات المراكيض اللي تقام في الوثبة أو في مهرجان الشيخ محمد بن زايد. نعم. فلن نكون قريبين من أصحاب الحلال، وفي مناسبات الركض ويكون أكثر هل الهجن متواجدين. كذلك ننظم مزادات للإنتاج الشخصي وإنتاج المحميات اللي راغبين أنهم يعرضون إنتاجهم. طبعا نحن كل الحشوان اللي تعرض عن طريق مزادات المجموعة العلمية المتقدمة لها جوائز خاصة، لها مركاض خاص فيه 4 سيارات، ينظم بشكل سنوي في شهر 11 بالتعاون مع اتحاد الإمارات سباقات الهجن، طبعا بناء على توجيهات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، هم اللي داعمين المركاض هذا لدعم المزاد، دعم مزادات الانتاج الشخصي. فالحمد لله تلاحظ فيه حركة، فيه بيع وشراء في المزادات، والكل يستفيد، البايع يستفيد والشاري يستفيد، والركض حظ ونصيب لأصحاب الحلال. تقريبا سنويا ننظم من 5 إلى 6 مزادات، سواء كانت من إنتاج المجموعة المتقدمة أو إنتاجات المنتجين. جميل أبو حمدان، أكيد هنالك فيه عندكم معايير يتم اتباعها لاختيار الهجن المشاركة في المزاد، لو تخبرنا عن الشروط وأيضا الإجراءات التنظيمية لهذا المزاد. كل الحشوان اللي نحن نعرضها في المجموعة المتقدمة أو اللي هو من إنتاج المجموعة المتقدمة، طبعا كلها سلالات موثقة، كلها مثبتة بالدي إن إيه، ما فيها أي عيوب أنها تقدر تعيبها، أنها ما تركض أو أنها تكون يعني فيها أي خلل أنها ما تقدر تشارك في سباقات الهجن. اللي هو مزادات الإنتاج الشخصي كذلك نفس الاشتراطات، اشتراط أنه يكون لائق طبيا وصحيا، ما في أي أمراض وراثية أو معدية، كذلك تكون السلالة مطابقة، يكون سلالة الحاشي مطابق على الأب. نعم. وهذا نثبته عن طريق فحوصات الدي ان اي اللي موجوده عندنا. جميل. دائما حنصدر بطاقه هويه للحاشي المشارك، نذكر الاب والام، طبعا اللي عندنا نحن كانتاج مجموعه متقدمه نحط الام وتاريخ الميلاد ورقم الشريحه الالكترونيه اللي تكون في الرقبه. نعم. فكل الحشوان كل يبتاع مع اللي هو شهاده إثبات. جميل أبو حمدان، اليوم لو كيف يتم اليوم تحديد أسعار الهجن في المزاد، وشو هو خلنا نقول العوامل اللي تأثر على هذا الشيء؟ التحديد نحن نبدأ كبداية دائما في مزاد المجموعة المتقدمة، البكرة ب30,000 ويقعد ب20. نعم. ومن بعدها المجال مفتوح على حسب المزايدين. في مرة من المرات في المزادات المصاحبة لفعاليات معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية بكرة وصلت 6 مليون،
وصلت 6 مليون درهم ما شاء الله من إنتاج مجموعة المتقدمة، كان أبوها ناصي وأمها زعفرانة. جميل. اليوم لو نتكلم عن أشهر الهجن اللي تم بيعه أبو حمدان، لو تخبرنا عنهم. من أشهر الحلال الحمد لله فيه حشوان بتاع من المزاد وأركضان وأخذن رموز وسيوف. أكبر مثال فيهن كانت أكحال مملوكة لهجن العاصفة، أخذت كأس اللقاية وحققت أفضل توقيت لحد الآن في الوثبة، كذلك أخذت سيف الوثبة. هذه من إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، والعديد كذلك من الإنتاجات اللي أخذت سيوف. فالموسم هذا ما شاء الله من إنتاجات المجموعة العلمية المتقدمة الموسم المنصرم، ما شاء الله إجمالي السيوف اللي حصدها إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة 9 سيوف. جميل. هذه كسيوف رئيسية مش كرموز في الأعمار الصغيرة. أبو حمدان، نحن شفنا مشاركاتكم الخارجية وجهود حقيقة جبارة من أكيد هنالك فريق عمل يشتغل على هذا الأمر، جهود حقيقة في الهجن والمشاركين وكل من شارك أيضا في الهجن، المزادات اللي قاعدة تصير.